على فكرة ناخد الخبر ده من الشرق الأوسط. السعودية ماذا قالت؟ الشرق الأوسط رياضة، مصادر الشرق الأوسط: إدارة نادي الفتح السعودي أنهت اتفاقها مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر. هلقوا بعضا من الكواليس. هو الرجل عليه شرط جزائي 3 أشهر وله مرتب شهرين، فطلب أن هو يدفع شهر وينهي التعاقد او ينهي الاتفاق مع نادي الزمالك، ينهي تعاقده مع نادي الزمالك. الان هو في اجتماع مع قيادات نادي الزمالك، كابتن حسين لبيب رئيس النادي، كابتن حسين السيد، وبعض الشخصيات من داخل مجلس اداره الزمالك في محاوله لاقناعه بالبقاء والعدول عن فكره الرحيل عن نادي الزمالك. هو ما زال خبر غير مؤكد بالظبط الحقيقه يعني، بس انا بيسعدني في الخبر ده حاجه، ان الحمد لله مش نادي التعاون. ليه؟ ما هو ده نادي الفتح. اصل لما نادي التعاون قبل كده خد مدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون، قال لك دي مؤامره من النادي الاهلي. معلش انا ما الذاكره بقت والله. الحمد لله نادي الفتح. ومفيش مواجهه قادمه بين الاهلي والزمالك. ومفيش مواجهه قادمه بين الاهلي والزمالك، بس انا الحقيقه دائما وابدا بشيد بجوميز، بقول عليه مدرب كويس. طبعا هو مدرب كويس يا كابتن شوبير، بيشتغل بصراحه بشكل كويس. اعتقد يعني كان عامل اداء جيد مع نادي الزمالك، ولكن في النهايه يعني ده شان بقى احنا، ده شان داخلي طبعا، لكن طبعًا هو خبر لازم يتقال. طيب خليني يا اسامه اسالك.